العادات والتقاليد في رمضان مثلا الناس كانوا يبداو لي بريباراتيف دو رمضان كيبداو في شعبان وكيحتفلوا بشعبان وكيهيئوا العطار وكيهيئوا الصفوف والحلويات كلها كتهيئ خلال شهر شعبان. وكتوجد المرأة المغربية جلبة ديالها على تيشا وجلبة ديال رجلها وديال الأبناء لأن حتى الأبناء هما يعني مطالبين باش حتى هما يعيشوا هذه الأجواء الرمضانية في الزمن الماضي طبعا. وكانت هذه المائدة الرمضانية كتجمع اللمة العائلية، الدار الكبيرة كنسميوها الدار الكبيرة، الباب اللي ما كانتش كتشد في الحوش أو في الدرب أو في الحي، الباب ما عمرها ما كانت مشدودة لأن الجيران كان واحد يدخل عند الجار وكان واحد نوع من التقاسم ما بين الجيران، يعني واحد يدوق الآخر وواحد يعطي الآخر، هذا كيدخل طبعا في ما يتعلق بالتضامن والتكافل الاجتماعي، هذه طبيعي في العادات والتقاليد المغربية. لكن دابا الأشياء تغيرت شوية بشوية، أولا لأنه أصبحنا في الأسرة اللي كانت الدار الكبيرة اللي فيها الجدات وفيها العمات والخالات والجيران والدار الكبيرة، ولينا الأسرة النووية، الأسرة اللي فيها غير الأب والأم والأبناء وكتفرض عليهم الحياة يكونوا دائما بوحدهم، الجدة بعيدة الخالة بعيدة كنعيطوا لها ونباركوا لها غير بالتليفون في الوقت اللي كانوا الناس كيلبسوا ويمشيوا ويباركوا العواشر. دابا ما بقاش هذا كنمشي ونجي عند الآخر، أولا لأنه إما بعد المسافة أو لأنه الظروف ديال الوقت تغيرت، فبقى التليفون كيحل محل الناس كتبارك في التليفون بالمساجات، ولكن ديك مبروك العواشر المغاربة مازال شادينها العشرة اللي هي عشرة وإن كان عن بعد. وإن كان عن بعد وإن كان عن بعد ما زال محتفظين بها، عشرة ديال الرحمة وعشرة ديال المغفرة وعشرة ديال عتق النار، هذه واحد العادات وواحد المسائل اللي كيتميز بها المغرب. حقيقة المغرب مرتبط بالدين ديالو وخاصة في هذا الشهر الفضيل، ولكن العادات والتقاليد هي تقاليد مغربية اللي كتدخل فيها كل ما هو موريسكي أمازيغي عربي إسلامي يعني مخلط إفريقي. فالعادات والتقاليد ماشي ضروري تكون غير دينية بوحدها وإنما اجتماعية، اجتماعية وثقافية، والثقافة كتكون دائما متنوعة. فتلقى رمضان كيختلف من وجدة كما قلتي، الحريرة الوجدية ماشي هي الحريرة الفاسية، ماشي هي الحريرة المكناسية ولا الحريرة ودخل المراكشية ولا الجهة بحد ذاتها، داخل يعني الجهة داخل الجهة في حد ذاتها، داخل الجهة في حد ذاتها هناك اختلاف. يعني مثلا الجهة الشرقية إذا لاحظتي معايا أهل وجدة يختلفون نوعا ما يعني قليلا عن المنطقة المقاربة لهم في تدريج في اختلاف. الناس وجدة إلا ما داروا الشبكية أو ما يسمى الجلابية كنسموها، إلا ما داروهاش بيديهم، المرأة الوجدية خصها توجدها بيدها وتعمرها باللوز وبالزنجلان وبدير زعفران الحار وبواحد الطريقة، كاين واحد كوتي فيسكيس في القضية، ماشي غير القضية غير كومون لا كويزيني، مي هاد البارتاج افيك لي فوازين الجيران كلهم كيدخلوا يوجدوا الكعك ويوجدوا الصفوف يعني ديال السلو ديال رمضان مختلف على لأن فيه العطور وفيه الحوايج وفيه المسكة الحرة وفيه بزاف ديال الحوايج اللي كيعطوا المقويات. والحريرة الوجدية معروفة بالنعناع الحار ومعروفة بالكروية في النعناع العبدي، يعني النعناع الحر الحريرة الوجدية لما كانت فيها النعناع العبدي ومع طبعا مع البوكي ديال المعدوس والقصبر إيفيدامو، ولما كانت فيها الكروية والكبابة ما تتسماش حريرة وجدية. Donc le carvilla, le carvi, les graines de carvi, j'imagine, carvi, absolument, carvi, ça permet de digérer. Exactement. Et ça ne donne pas de ballonnement.
Non du tout, au contraire. Mais quand tu lâches le marora, parce que le carouille est chouïa marra. Là, il ne faut pas, il faut pas qu'il y ait un excès, parce que l'excès a oud qui dit la chose autre. La femme ou j'ai dit, a arfa les mesures d'yelha, rama katouzen homs, chama katsabaramj, ou lakin andha la mam, arofa, ou andha tariqa d'yelha. Évidemment, mais quand tu kilmo ala l'île 27, andha nas d'yel oujdar, a oud, andha wahid la place importante sur le manatak, كلها لأن البنت والوليد اللي كيصوموا في النهار الأول ديال في ليلة القدر أو ليلة 27 راه كيديروهم بحال عرس صغير. البنيتة كيدوزوها من السواق ومن دار لدار من لبسة بحال عروسة صغيرة وكدور والناس اللي كيتلاقاوها في الطريق وحنا شفنا هاد الشيء وعشناه ودايوغ أنا مومام j'ai eu la chance de le vivre. C'est-à-dire, c'est une petite mariée avec un panier كبير اللي كيدوز يتلقاها في الطريق اما يكرمها بالفلوس اما الا ما عندوش الفلوس يهز une pomme يهز une banane من البانيير ديالو ويعطيها لها باسكو سي كوميم quelque chose d'extraordinaire. يعني كنفرحوا بهاد البنيته ولا بهاد الوليد حل عرسان كأنهم العرس ديالهم الأول رغم داخلين يعني الدين ديالهم رغم يمارسوه رغم صامون مهار ديالهم أباكتغ دو ساتون.